بفخر يرفع هذا المواطن الليبي علم بلاده ليرفرف في سماء العاصمة طرابلس استعدادا لانطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا وسط اهتمام رسمي وشعبي واسع. لأيام خلت كرست وزارة الخارجية الليبية جهودها لتوفير أسباب نجاح المؤتمر الذي ينطلق بمبادرة ليبية خالصة ومشاركة إقليمية ودولية واسعة. الليبيون في الداخل يتأملون أن يكون هذا المؤتمر الذي تحتضنه ليبيا العاصمة الليبية طرابلس أن يكون فاتحة خير، فاتحة نماء نحو المسار الديمقراطي، نحو المسار التنموي، وأن يجعل كل الألام وكل الخلاف والانقسامات من الماضي. هنا مجموعة سيدات من بنغازي شرقي ليبيا يلتقين بزملائهن في العاصمة طرابلس بعد أن هدأت الأوضاع وفتحت الطرق أمام حركة المواطنين. لا فرق هنا بين شرق وغرب، فالجميع ليبيون والجميع تواقون لوحدة وطنية شاملة. نتمنى بخصف دور الشباب باستفاعة عامة بحكم أني شابة تفعيل دور الشباب في المصالحة الوطنية، لأن تفعيل دور الشباب في المصالحة الوطنية يعتبر بند أو شرط من شروط ودعم الاستقرار في ليبيا بين الشرق والغرب. تبدو شوارع العاصمة طرابلس وقد تهيأت لاستقبال المشاركين في المؤتمر في ظل انتشار أمني مكثف وضعت خطته بترتيبات مسبقة بين وزارتي الخارجية والداخلية لتبرز أهمية توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية كأحد المحاور الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. تتوحد جميع المؤسسات وتولي جيش واحد بإذن الله، ما تبداش في كل مكان حتى قدام العالم حتى تكون لنا كلمة في جيش واحد وفي مؤسسة عسكرية واحدة، وإن شاء الله هذا اللي نتأمله إن شاء الله من المؤتمر هذا يا رب. ورغم الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها الليبيون فإنهم يتطلعون ليوم تطوى فيه صفحة الخلافات ليعم السلام المجتمعي في مختلف أنحاء البلاد وينعم أبناء الشعب الليبي بمستقبل أفضل. يأمل الليبيون في أن يسهم نجاح هذا المؤتمر في تعبيد الطريق أمام عربة المصالحة الوطنية الشاملة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها والحفاظ على ثروات شعبها. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، طرابلس.